أسس الفنان أزهر كبة مجموعة فن للموسيقى ببغداد سنة 1994، وكانت تجربته الأولى للدمج بين القوالب الشرقية والغربية في الموسيقى، وعزف مع الفرقة السيمفونية الوطنية العراقية بقيادة المايسترو محمد أمين عزت، ثم أسس فرقة تقاسيم عراقية للتشالغي البغدادي في الإمارات منذ العام 2011، وهو الآن رئيس قسم التراث الفني في معهد الشارقة للتراث. هذا جزء من مشوار الفني الطويل، وللحديث الكثير من التفاصيل والمزيد معنا من الشارقة الفنان أزهر كبة. أهلا وسهلا بك، يعني تاريخ حافل حقيقة لفنان مبدع اختار آلة السنطور رفيقته، يعني حدثنا أكثر عن خصوصية هذه الآلة وأسرارها، وشلون أثرت بيك، أو خليني أسميها أستعير يعني بمصطلحات موسيقية، كيف دوزنت هذه الآلة حياتك؟ مساء الخير عليكم وعلى الشعب العراقي جميعا. دخولي للعالم الفن والموسيقى صار مثل ما ذكرت كانت في صدفة، يعني في السنوات الأولى من دراستي الصف الأول الابتدائي دخلت إلى مدرسة الموسيقى والباليه. نعم. وابتدى المشوار من هذه السنة أو من هذه الفترة إلى حد نسميه هذا اليوم، من مدرسة الموسيقى والباليه إلى معهد الدراسات النغمية إلى كلية فنون جميلة قسم الموسيقى. وما زلت رفيقتي هي آلة السنطورة التراثية العراقية اللي نهز عمرها تقريبا 3000 سنة. آلة سنطور التراثية العراقية صارت مسؤولية أحملها من أجل أنه أوصل صوتها وصوت التراث العراقي والحضارة العراقية إلى جميع أنحاء العالم. وفي خضم هذه السنوات قدمت مجموعة من الموسيقى وترجمت أغاني عراقية وغربية وعالمية على آلة السنطور حتى يوصل صوتها ومداها ويفهمها أغلب شعوب العالم. نعم، طيب يعني إذا تحدثنا عن آلة السنطور وارتباطها بالتشالغي البغدادي، يعني أنت شلون تفسر هذا الارتباط من ناحية موسيقية وأيضا تراثية وثقافية؟ تمام، آلة السنطور ارتباطها وثيق جدا مع التشالغي البغدادي أو المقام العراقي. هي آلة أساسية، تتكون المقام العراقي يتكون من آلتين رئيسية، الجوزة والسنطور. وطبعا استمر هذا الموضوع في العراق وبغداد خصوصا بالعزف او مرافقه هذه الآلتين. بعدين تطور الوضع اكثر، وممكن ان ترافق المقام العراقي اكثر من آله موسيقيه. وبنفس الوقت انا حبيت ان اوصل فكره انه آله السنطور هي ليست فقط للمقام العراقي، ولكن ممكن ان تعزف اي شيء. لهذا السبب هو كان انه حبيت اقدم موسيقى مختلفه عالميه من زمن الخمسينات والستينات والسبعينات وكل ما كان. نعم، طيب انت الان يعني رئيس قسم التراث الفني في الشارقه في الامارات. يعني هذا يدفعني للتساؤل اكثر، انه شلون يستقبلون العرب وحتى دول العالم الموسيقى العراقيه؟ يعني موسيقى من بلد عندها حضارة عريقة، أصلاً الموسيقى يعني كانت مرتبطة بالحضارة العراقية دائماً، الآلات التي استخرجت يعني وعثر عليها في الآثار العراقية مثل القيثارة، يعني آلة عريقة جداً يعني من هذا البلد، النغم مرتبط بالعراق. العالم من يسمع شلون يستقبل، شنو يعني ردود الأفعال اللي تسمعها، التعليقات اللي تسمعها؟ تمام، الموسيقى اولا هي لغه الشعوب. فالموسيقى لغه موحده ومشتركه بين مختلف العالم، مهما كانت لغته الاصليه ومهما كان حتى او جنسه، العالم يفتهم الموسيقى بكل انواع ويوصلهم الحس والذائقه الفنيه، خصوصا من الالات التراثيه والعريقه واللي نهز امرها الاف. فطبيعة الحال
واحدة من الأشياء اللي حاولت أعمل عليها أنه كل ما يوجد عندنا وفود من خارج الإمارات وخارج الوطن العربي من الصين، من روسيا وفرنسا إيطاليا، أحاول أجمع بين الفرقة اللي موجودة مثل روسيا مع آلة السنطور، وقدمت أكثر من محتوى وأكثر من موسيقى بمرافقة فرق من دول عالمية. نعم، يعني هي آلة السنطور كأنه كانت يعني وسيلة أيضا للتواصل مع الفنانين عبر ثقافات مختلفة في العالم بالنسبة لك طبعا، وأيضا كانت أشبه بوسيلة أيضا للتعريف بالتاريخ العراقي الثقافي والفني والموسيقي. إيش قد تشوف نفسك أنه أنت دا تحمل مسؤولية كبيرة في توقيت يمكن البعض من خليني أسميهم المتخصصين أكثر في الموسيقى عندهم بعض المؤاخذات على ما موجود الآن من في الساحة الفنية العراقية، والتراجع في الذائقة في نوعية الأغاني المنتجة في الألحان؟ يعني دائما نسمع أنه الألحان القديمة كانت أعمق أعرق أكثر تأخذ وقت أكثر، حاليا يعني ألحان سريعة الإنجاز. أنت شلون تحشي عن هذا الموضوع أكثر؟ شلون يعني تعقب على هذا الكلام؟ صح، حبيت أول شيء أضيف موضوع المقارنة الآلة بآلات تراثية أخرى. أنا قمت مؤخرا قبل سنة بمشاركة فنان عالمي من رومانيا يعزف على آلة السنطور الرومانية اللي هي اسمها سيمبالوم، وعملت موجود أيضا فيديو كليب في موسيقى عراقية موجودة على يوتيوب وعلى جميع وسائل التواصل الاجتماعي بين السنطور العراقي والسنطور الروماني. و يعني هذه أصور التجربة كانت تقارن بين الآلتين. أما بالنسبة للألحان الحالية اللي صارت تختلف عن سابقتها في عصر السبعينات والثمانينات، هذا طبعاً موجود في كل العالم. الذائقة ممكن تختلف حسب الظروف المعيشية للبلد والعالم أجمع. حالياً نسمي السرعة، الناس تحب تسمع موسيقى، ما تقدر تسمع موسيقى نص ساعة أو غناء نص ساعة. هذا كله أثر على الألحان، غير من نمط. ولكن يجب أن يكون عندنا الموسيقى الأم والتراثية حاضرة في نفس الوقت، ما نهمل الموسيقى التراثية لأنه هي الأصل. ومن المهم جدا أنه كل ما يتقدم الزمن يصير عندنا تشبث وتسليط الضوء على التراث الموسيقى وخصوصا العراقي لأنه التراث غني جدا، وأيضا من أجل حفظ للأجيال القادمة. إذا إحنا ما راح نبقى نركز على آلاتنا العراقية التراثية راح تنسي وتصير في طي النسيان. طيب، يعني تحمل هوية العراق في كل مكان سواء كان في الإمارات أو في كل دول العالم، بس خليني أقول لك يعني أسألك، صار عندي فضول، إمتى راح تكون موجود بالعراق؟ إمتى راح تسوي حفلة بالعراق؟ إمتى راح يصير عندك فد مبادرة بالعراق أنه تحيي فشيء العلاقة بالتراث العراقي؟ أنا جيت العراق تقريبا أكثر من مرة. نعم. مرة كانت مشاركة في مؤتمر تيدكس وقدمت نبذة عن آلة السنطور التراثية العراقية مع زملاء اللي أيام الدراسة، وقدمنا تقريبا ربع ساعة موسيقية كانت جميلة جدا لأنه اكتشفت الذائقة والشباب العراقي متعطش جدا إلى الموسيقى وخصوصا القديمة منها أول تراثية نسميها. وبالنسبة يعني أنا أنتظر أي دعوة تقدم لي من خلال أي مهرجان أو أي عمل فني، أنا حاضر إنه أكون متواجد فيه في بلد العراق. بالعكس هذا يسعدني وشرفني جدا. هو أكيد مو بس يعني المجتمع العراقي الآن طبعا في هذه المرحلة، يعني شعوب العالم كلها متعطشة إلى الموسيقى. الموسيقى هي يمكن اللغة الوحيدة اللي متفق عليها عالميا، ما تحتاج كلمات يعني تنساب في آذان ويعني أسماع الناس بسلاسة وبعذوبة.
طيب شلون شفت المشاريع الموسيقية الحالية في العراق؟ طب مثل بيت العود ببغداد، ويعني اكو استمرار للنشاطات، نشاطات مرتبطة بمعهد الفنون الموسيقية والنغمية. بصراحة شيء مفرح اللي صار خلال السنوات القليلة الماضية في بيت العود وغيره، وفرقة التراث الوطنية تصور اسمها، شيء جدا مفرح صار، لأنه مثلت العراق بصورة حضارية وصورة نوعية وصورة مفرحة. قدموا بالتراث العراقي بآلات عراقية مثل السنطور والجوزة والقانون والعود والآلات الإيقاعية، وتواجدهم في مؤتمرات وفي محافل دولية عالمية هذا شيء جدا مفرح، ونقول انه ان شاء الله تستمر ويتطور الموضوع اكثر ويكونون مكان الفرقه 10. واتمنى من كل محافظه تعطي لونها الشعبي ولونها التراثي انه ياسسون فرق مختلفه في كل محافظه وفي كل منطقه من المناطق، لان الموسيقى العراقيه غنيه جدا. المناطق الغربيه تختلف عن بغداد والموسيقى الشرق البغدادي، موسيقى شمال العراق، موسيقى الموصل، موسيقى البصرة، والموسيقى الريفية أيضا تختلف. فأتمنى أنه يكون هذا موجود مثل هيك الفرق نسميها مدعومة من قبل الدولة أن تدعم الفنانين الموجودين في مختلف محافظات. نعم أستاذ أزهر، وإحنا فرحانين جدا أنه تكون ضيفنا هذه الجمعة، وأنت تبث الروح من خلال هذه آلة السنطور في كل مكان تروح إلى، وأيضا تعيد عبق الماضي. شكرا جزيلا لك، وأتمنى دائما أنه تكون متألق ومبدع أينما تكون.